كما اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في مدينه انطاليا التركيه مع معالي السيده دونيكا جيرفالا شوانز نائبه رئيس الوزراء وزيره خارجيه جمهوريه كوسوفو وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين مملكه البحرين وجمهوريه كوسوفو وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالاضافه الى تطورات الاوضاع الاقليميه والدوليه والقضايا ذات الاهتمام المشترك